السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك وجماعة الخير؟ إن شاء الله تكونوا في حالة من كل خير. إزايكم عاملين إيه النهاردة؟ مصري أبو تكلم مصري عادي؟ نتكلم أي كلام أي مشكلة أي شيء. إزايكم عاملين إيه النهاردة؟ اليوم إن شاء الله حنصور فيديو أسألني. آخر مرة سوينا فيديو أسألني، تذكر أبوي هناك؟ تذكر لما سوينا مقطع مع عبد الرحمن وكذكر؟ ذكرنا عارف. لما كان عندي أتوقع حوالي 200 ألف مشترك، والحين ما شاء الله تبارك الله 320 ألف ما شاء الله أبوي. تبارك الله مصلي على محمد. الله ما يزد وبارك. يا رب. أسئلة مرة كثيرة، حتى في الإنستغرام، سناب شات، كل مكان يجي صور أسألني وأسئلة يا شيخ مرة كثيرة. فأول شيء مرحبا بالجدد، خلينا نجاوب على أسئلة اللي تتكرر مرة كثير. اسمي أمجد، واللي يسألون سعودي ولا إيش مو فاهمين يا جماعة، أنا باكستاني الجنسية من مواليد مكة المكرمة. الأسئلة اللي تتكرر عند الوالد أبويا. اسمك؟ عبد المجيد. كم عمرك؟ 60 سنة. فيلا ندخل على الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. سألتكم في انستغرام، هذا سؤال في انستغرام. أول سؤال أبويا، هل حترجع السعودية مرة ثانية؟ إن شاء الله بإذن الله حنرجع إن شاء الله يا رب. ربي يسجل إن شاء الله. هذا واحد يقول لك السلام عليكم، كيف حالك وكيف حال أبوك؟ أنا عن نفسي الحمد لله بخير، مية مية حبيبي. أبويا أنت كيف؟ مية مية؟ أنا 100 200 إن شاء الله. 100 200؟ 100 200 يا الله. مبسوط الحمد لله. الحمد لله. طيب سؤال ثاني لي، هل تفكر انك تفتح قناة جيمينج؟ يا جماعة انا فتحت قناة جيمينج، سامعين صوت؟ اي. في يوم جاي ان شاء الله راح انزل لكم مقطع فيه. السؤال اللي بعده يقول ليش انت لطيف؟ انتم جاوبوا يا جماعة. ابويا نعم. في واحد يقول يوم من الايام هل نروح اردن ان شاء الله؟ لازم ان شاء الله. قلب لازم ابغى اتمشى يا ولد. قلب لازم اتمشى يا الله. حتى قلب ما يصير شيبه يا ولد. يا الله. شارع مكه ومدينه والاردن كل مكان. قلب يبغى يتمشى يا الله. طيب سؤال اللي بعده، شلون الانترنت في باكستان؟ الانترنت في باكستان مره سريع يا جماعه، ما شاء الله تبارك الله. ما توقعت انه النت بيكون في باكستان سريع. اروح شويه فوق لان دحين فانا في غابه، لو اروح شويه فوق حصل اقل شيء 40 او 45 او 50. واحد بيقول لك ابوك يعرف يتكلم بلوشي؟ بلوشي انا اعرف السريكي. ايه بلوتي اسمه بس 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 حبة حبة. تفهم بس. ايوه. طيب هذا واحد يقول لك ليش سميت امجد امجد؟ عشان امجد اللي خليته اسم اخوك قبيل اسمه ايجاز. طيب عشان لازم نجيم انت هو ايجاز انت امجد. انا كان بسمينه عبد العزيز. هذا كلام خلي اسمه عبد العزيز. عبد العزيز كلام لا، لازم ولد كبير وولد صغير لازم مع بعض فشويه فرق. ابويا نعم. هذا سؤال لي ولك، ايش اكثر شيء تحب تسوي في يومك؟ انا عن نفسي اكل اقرا واتفرج على التاريخ، هذا احب التاريخ، امنتج وبس هذا هو وافكر اشياء. انت ايش تسوي في البيت؟ اجلس اقرا الحمد لله ومبسوطين، اكل وخلاص ارتاح، ربنا اعطينا مبسوطين الحمد لله. هذا هو اكل اقرا ونوم بس. خلاص استنى. هذا هو. ربنا يديك خير ان شاء الله. كل مكان تمشى يا رب. كل مكان ان شاء الله. اشكرك كثير تمشى ويا ان شاء الله لازم. ايش يعني؟ سؤال اللي بعده، كم عدد اللي تبغى توصله في يوتيوب؟ والله مفتوح، هو يعني اللي ربي كاتب جاي جاي خلاص ما نعرف، بس حاليا حاليا هدفي اني ابغى اوصل 500 ألف قبل العيد ان شاء الله. نوصل باذن الله ان شاء الله. قول لهم انشروا المقطع يا ابويا. انشروا المقطع؟ ايوه في واتساب. واتساب كل مكان يا ولد يا شباب يا اولاد. لازم اللايك ها يفيدنا مره كثير. ابويا نعم. سو دعاء انه يا رب ان شاء الله قبل العيد وصل 500 ألف. امين ان شاء الله. يا رب يا رب. قولوا امين يا جماعه. امين يا رب. فاللي بعده يقول لك ليش الاحول يشوف الواحد اثنين؟ بلا اثول. مع السلامه. السؤال اللي بعده ابوه يقول لك ليش ما تجيب جوال جديد لابوك؟ ان شاء الله. تبغى جوال؟ لا هذا كويس الحمد لله. انا ايش تبغى شيء؟ ايش ابغى جوال؟ الحمد لله اللي موجود خلاص كويس. اللي بعد يقول ابغى اجي سياحه في باكستان لما اسبوعين. يا جماعه الحمد لله كتبنا سياحي جاهز، كل شيء جاهز. هذا هو الرقم، اي واحد بتواصل تواصل معهم حردوا عليك ان شاء الله باذن الله. واي واحد بيجي باكستان حياكم الله، راح تكونوا معي ان شاء الله باذن الله. ابويا هذا الشخص انا ارد عليه ولا اسيبه؟ يقول لك قاعد يقول كم طلعت فلوس من اليوتيوب الى الان؟ هذا البيت كله. الحمد لله. اقول له سؤال بعد يقول هل تنقل من هذا البيت؟ لا يا شيخ. كلام هذا السؤال ابويا ايش قال؟ يقول تنقل من هذا البيت تروح مكان ثاني؟ ايه هذا نحن احسن البدو، هذا احسن شيء. هذا احسن شيء. وين نروح؟ هذا المكان في شجر، في زراب، في قمعين، في كل شيء، كل مكان حمد. حتى كان امس شلال هنا. شوف شلال. ايش سوى اكثر من ده؟ السؤال اللي بعد ابويا يقول لك هل انت راضي انه امجد يطلع في يوتيوب؟ كيف انا انت ولد، انا اي مكان انت انا احبك راضي. انا ما
اي مكان اشوف. أيوة. والله جواب الوالد اقسم بالله يجيب لك شعريره. لازم الحلال امشي حلال، رزق حلال امشي سيده، انا راضي يا قلب قلبي معك. كلامه صح زي ما قال الوالد. الوالد يقول لك كيفك يا حبيب القلب. الله يطول عمرك. الله يديك العافيه ان شاء الله. كلمه الوالد حبيب القلب اخذتوها انتم. وهذا كمان سؤال كرر مره كثير، ايش قرارك مع الدراسه وكذا؟ فاللي ما شاف البلوجات يا جماعه، انا بعد هذاك البلوج قلت يا جماعه اني راح ادرس. كيف يعني ادرس وانا في بيتي؟ بس يعني بس بروح اختبر وخلاص. يقول لك ابوي هل انت اشتغلت في الرياض ولا في جده؟ انا عمري اشتغلت في جده. بس جده لما تصير شيبه خلاص ارجع باكستان. الحمد لله. يقول لك ليش انت اسطوره؟ يا اخي انت الاسطوره يا شيخ. ابويا هذا السؤال هو لي بس انا راح اعطيه لك. متى تتزوج؟ لا تصرف الجواب، يعني انا متى راح اتزوج؟ يا ربي اللي سجل كتبنا ان شاء الله انت دهن زي 17 ان شاء الله تصير 20. شوف مكان طيب ان شاء الله، ناس طيبين، صلاه وقران وطيبين، خلي ان شاء الله اسمك، وبعدين زواج ان شاء الله سنتين ثلاث سنة اربع سنة ان شاء الله. طولت مره كثير ابوي. بعد 20 ما في مشكله ان شاء الله. عمك وانتم اللي راضي خلاص. انت متزوج كم كان عمرك؟ انا لما تزوجت عمر حقي زي 18 سنه كان. 18. بغيت اسال لك، يقول لك ايش تعلمت من هذه الحياه؟ تعلم اخلاق، مشي مع الاخلاق، مع الناس طيبين، هذا لعمر حقي. ما يخلينا قلب، خلينا كده واخلاق وحب، خلينا نية طيب، بس هذا حقي اللي تعليم. هذا سؤال لي، بشهر كم ولد؟ 5 بالانجليزي مي وشهر 3 بالهجري. طب السؤال اللي بعده، أي مدينة في السعودية بعد مكة ومدينة وجدة ودك تزور؟ بابا لازم كله لما إن شاء الله رحت مشان مكة ومدينة منورة. غير هذا؟ ولدي إن شاء الله شوف أبها وطيف زي كده مكان. أبو طيف إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. هذا واحد يقول لك أبويا تحبهم أنت؟ كيف ما أحبهم؟ طيب حولي بعد يقول لك أنا محبك من الكويت، والله أنت أكبر مشهور متواضع، ما سبب هذا التواضع أثناء ترد؟ جواب السؤال أنه تربية الوالد، والله تربية الوالد، لأنه الوالد كان يعلمني أنه كل ما الشخص يكون صغير قدام الناس راح تكبر قدام عيونه، كل ما تكبر قدام الناس راح تصغر في عيونهم. صح ولا أبوي؟ أبوي علمني أنه أبدا لا تتكبر. صح ولا أبوي؟ صح. أنه لما الواحد يتكبر إيش يصير؟ ما في فائدة، اللي متكبر ما في فائدة مرة. خلي قلبك لين، اي واحد اللي اصغر منك انت فكرني احسن مني، صغير كبير اي واحد كلهم احسن منك. أيوة. هذا الشيء اللي علمني الوالد. طيب واحد يقول لك عطنا نصيحه عن الصلاه. حبيبي ما في حياه بدون صلاه، ما تقدر تكمل حياتك بدون صلاه. اقول لك كيف الوالد، كيف الوالده، كيف صحتهم؟ قول لهم كيف صحتك. الحمد لله، الحمد لله يا رب، مبسوطين، صحة وعافية، كله تمام. نحن الحمد لله رب العالمين، صلاه وعشاء وغدا وفطور، اشرب قهوة وكمان تمر، كل شيء الحمد لله خير واجد يا ولدي، الحمد لله. نعم. هذا يقول لك أمزح ليش ما تنزل كل يوم في يوتيوب؟ يا أخوي والله صعب علي، نقدر نقول كل يومين زي هذا الأيام اللي قاعد تنزل فيها في حجر. هذا واحد يقول لك هل راح تسافر بعد الأزمة هذه؟ أول ما تخلص هذه الأزمة بإذن الله راح أسافر وأحصل لكم بلوجات. طيب السؤال اللي بعده، كم عدد الأشخاص اللي موجودين في عائلتك؟ حاليا في هذا البيت 3 أشخاص، الوالد والوالدة وأنا بس. أما بالأصح هم احنا 3 خوات واخ واحد. هذا السؤال ابويا يتكرر مره كثير، ناس كثيرين سالوا وانا ما جاوبهم لانه جاوبت مره واحده وانا كنت لحالي. فالحين انت معايا لازم نجاوب على هذا السؤال. يقول لك ايش سبب اللي خلاك تترك السعوديه؟ اللي ولدي اللي نصيب اللي مويا نحن في السعوديه على لقمه الحمد لله، اللي خلاص غلق منه في البلاد الحمد لله. زي ما قال الوالد انه كان لقمتنا مكتوبه في هذا المكان فجينا هنا الحمد لله. لقمه الوالد كانت مكتوبه في السعوديه 40 سنه فكمل هناك والحين وصل هنا. ورزقي كان مكتوب في السعوديه الى 15 سنه والحين انا رزقي مكتوب في هذا المكان فجيت هنا. ما نعرف بعد كم سنه وين ربي كاتب رزقنا. صح ولا لا ابوي؟ بعد كم سنه، بعد كم، كل شيء عند الله. بس هذا هو السبب. اقول لك هذا ليش بعت الفنطله والفنطل وامها؟ هو عشان تصير مريض. ايه اللي غنى واحد، بعدين انا مشكله قلب حقي شويه، انا ازعمته اللي يشتري ناس ابغى كلمته، هذا كده شويه تعبان واشتريته خلاص. النصيب حقنا موجود خليته بركه بس ان شاء الله اشتري ثاني زي بركه ان شاء الله. هذا واحد يقول لك ليش ما تشتري سياره؟ ان شاء الله. طب ايش افضل سياره عندك؟ عندي دراجه احسن فيه.
الله أكبر. لا إيش صراحة إيش أفضل سيارة تعجبك مرة؟ ولدي أيها السيارة الحمد لله أنا أحب السيارة كامري. كامري 2002. 2002 بعد فل كامل. فل كامل الله. باكستان ما راح تلاقي كامري 2002. هنا إن شاء الله أشتري بعد نكر الله إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. اللي بعده، هل عندكم حضرة تجول في باكستان؟ إيه موجود حضرة تجول في باكستان، لو تطلع حيجدوك جلد، ما في غرامة جلد. طيب سؤال اللي بعده، ليش ما تطبخ لنا أكلات باكستانية وحلويات باكستانية تصور لنا وتعلمنا؟ يا جماعة إن شاء الله بإذن الله، بما إنه الحين الحجر وكذا فقاعدين في البيت، بالوقت الجاية حنسوي لكم أكلات باكستانية حلويات باكستانية ونعلمكم الطريقة من يد الوالدة إن شاء الله. سؤال اللي بعده، وش طموحك في المستقبل؟ أقدر أجاوب الحين. طيب سؤال اللي بعده يقول لك حياك الله في الجنوب، هتلاقي شلالات وخضار وكذا زي هذا، ان شاء الله نجيك باذن الله زي ما قال والد، ابغى اروح ابها وطائف هذه الاماكن ان شاء الله حنجيكم باذن الله. طيب سؤال اللي بعده، هل تفكر ترجع السعوديه في المستقبل؟ ودي والله ودي ان شاء الله باذن الله. طيب سؤال اللي بعده يقول لك، امجد انت انسان حبيتك من اول ما شفتك، الله يسعدك ويحفظك ويحفظ والديك، اللهم امين يا رب. ربي يسعدك، هذا قلب لك. طيب هنا وصلنا لهذا المقطع، لو عجبك المقطع حطوا لايك ابوي، اقول لهم حطوا لايك، حطوا لايك ها. ووصلوا هذا المقطع 20,000، وصلوا 20,000 ها ان شاء الله 20 كده 40 يجي 20 20,000 20,000 يا ولد ان شاء الله باذن الله. بنات كلهم اسمك الاعمل شيبة، وانشر مقطع في كل مكان، انشر مقطع من كل مكان ها؟ كل مكان يا حبيبي. اسمع كلام الوالد يا شيخ، افا افا ما تسمع كلام الشايب، افا افا. انستغرامي وسنابي هنا، ضيفوني فيه وشوفوا يومياتي في الحجر وكذا. والله اللي ما ضافني في انستغرام وسناب شات فاتك شيء كبير. احبكم في الله، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وشكرا لكم. انت قفل الكاميرا ولا انا؟ قفل يا ولدي انا. طيب ابشر. قفل قفل. مع السلامه. مع السلامه. السلام السلام والسلامه كلها. السلام والسلامه. Ha ha ha.